مرحبا اخواني، يعطيكم العافية. معكم احمد شوان من قناة كانجسر جيم تكنولوجي. طبعا اخواني، اليوم جبت لكم شرح جديد، فيديو جديد عن طريقة تخطي حساب الاي كلاود اللي موجود على جهاز الايفون في حال انه جهازك كان شغال تمام مثل هيك، بس انت ما بتعرف كلمة السر. طبعا عندنا هذا الجهاز مثلا شغال عليه كلمة السر وشغال الاي كلاود، الجهاز شغال طبيعي ما في اي مشكلة والشريحة شغالة وكل اشي شغال فيه، بس انت خايف تعمل ابديت او خايف تعمل سوفت وير او بدك مثلا تبيع الجهاز بس ما بتعرف كلمة السر اللي على الاي كلاود. طبعا عندك الاي كلاود هون شغال وما بتعرف كلمة السر تبعته وبدك تطلع منه. طبعا راح برجيكم الطريقة كيف راح نتخطى هاي المشكلة بدون ما تفقد الشبكة، بدون ما يقفل معك الجهاز، بدون ما يصير على الجهاز اي مشاكل. وراح يكون الامر جدا بسيط عن طريق استخدام برنامج انلوكر. طبعا البرنامج التعامل معه جدا سهل، شرحت لكم اياه بفيديو سابق قبل هالمرة، راح اكون حاطط لكم اياه اسفل الفيديو، وراح ارجع اشرح لكم اياه مرة ثانية بفيديو جديد وافرجيكم كيف راح نتخطى هاي الخطوة بكل سهولة. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو اخوان، لا تنسوا انه الدعم في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك على الفيديو، ولا تنسوا توصلون لاكبر دعم على القناة علشان نوصل مع بعض لاكبر عدد ممكن. ويلا مع بعض نشرح الفيديو ونشرح الخطوات مع بعض. طبعا اخوان، هلا زي ما احنا شايفين الجهاز ما راح نقدر نعمل اي شيء الا نعمل جيل بريك للجهاز. طبعا اخوان، انا عندي فلاشة وحاط عليها الجيل بريك. اللي ما بيعرف كيف يعمل جيل بريك او يحط الجيل بريك على الفلاشة، بفضل انه يحضر فيديو هذه السابقة عشان يعرف كيف يعمل جيل بريك. فانا ما راح اعمل احط الجيل بريك هلا على الفلاشة عشان ما ناخذ وقت كثير من الفيديو. كل اللي راح اعمله هلا حاليا، راح اعمل ريستارت للكمبيوتر تمام، هسكر المواقع اللي انا شغال عليها واطفي الكمبيوتر وارجع اشغله ونفوت على الجيل بريك تمام. حاليا انا شبكت الفلاشة بالجهاز، راح استنى الجهاز لحتى يعمل ريستارت ونفوت على الجيل بريك. عملية الجيل بريك اخوان بتختلف من جهاز من كمبيوتر لكمبيوتر. مثلا انا عندي F12 بفوت على البوت، كل جهاز بيختلف عن الجهاز الثاني. راح افوت طبعا على خيار اليو اس بي الخيار الثاني، وراح استنى لحتى نفوت على قائمة الجيل بريك. طبعا العملية هاي لاخر اصدار بالايفون اللي هو 14.7.1، فهلا رح نستنى احنا لحتى يفوت على الجيل بريك. يا ريت تتابعوا معي الخطوات اول باول حتى نعرف كيف نحول الجهاز من اوف من اون لاوف ونشيل كلمة الاون. هلا راح اجي اشبك الجهاز بالكمبيوتر تمام، راح يشبك الجهاز زي ما احنا شايفين ايفون 7 اخر اصدار 14.7.1، بحكي لي انه هو سبورت بس النظام مش سبورت. شو راح اعمل في هاي الحالة؟ راح اجي على خيار الاوبشن واطلع على اول خيار تمام، واعلم عليه تمام، وانزل على باك واجي اعمل ستارت. هلا هون بالستارت راح يدخل لي الجهاز بوضع الريكفري زي ما احنا شايفين، وراح اعمل نيكست، راح ارجع اعمل باك. لا، علق عندي الجهاز، راح فصل عندي السلك مش ثابت، راح اعمل ستارت اوكي، راح اعمل نيكست. هلا راح يفوت الجهاز بوضع الداونلود مود. راح استنى لحتى يفوت على وضع الريكفري. هاي فات الجهاز على وضع الريكفري، وهلا راح يطلب منا انه احنا ندخل الجهاز بوضعية الدي اف يو. وضعية الدي اف يو زي ما احنا شايفين على الكبستين، اول 4 ثواني بتشيل ايدك عن الكبسة الباور، بضلك كابس على الكبسة اللي لتحت. راح اعمل ستارت، هاي راح اعمل ستارت، راح اكبس على الكبستين باور والسهم اللي تحت. اول ما يخلص اول 4 ثواني برفع ايدي عن الباور، بضل كابس على الكبسة اللي تحت لحتى ياخذ هون الامر امر الدي اف يو. هاي اخذ الدي اف يو، هلا بستنى يعمل جيل بريك. بلش الجهاز ياخذ جيل بريك. طبعا دائما انا بفيديوهاتي بحب اخلي كل اشي واضح قدامكم لحتى ما يصير اي مشكله وما حدا يعترض على الفيديو ويحكي لي في مشاكل صارت معي. هاي بلش ياخذ جيل بريك الجهاز، هاي اخذ الجيل بريك 100%.
لحتى تتأكد ان الجهاز اخذ الجيل بريك 100%، لازم بعد كلمة البوت هون يعطيك all done. اذا ما اعطاك كلمة all done لازم ترجع تعيد الجيل بريك مرة تانية. هاي اعطاني all done، هيك بكون الجهاز اخذ الجيل بريك 100%. هلأ شو كل اللي راح اعمل؟ راح اعمل done وراح اطفي، راح اعمل ريستارت للكمبيوتر وافصل الفلاشة وافصل الكيبل من الكمبيوتر، وراح استنى الكمبيوتر لحتى يشتغل. هلا الكمبيوتر حياخذ شوية وقت، راح ارجع لكم بعد ما يشتغل الكمبيوتر. تمام يا اخوان، نكمل مع بعض هلا عملية الشرح. هلا راح نيجي يا اخوان، اول اشي راح نيجي مفتح نفتح لحتى اكون معاكم اول باول. راح اجي هون، شو اعمل؟ انسخ الرابط الموقع هاد اللي هو رابط اللي بيعمل لنا تشيك على الاي كلاود اذا كان اوف او اون. راح فرجيكم هلا انه هو الجهاز عم بيعطيني انه اون. تمام، راح هلا شو راح اعمل؟ راح اشغله ونعمل تشيك على السيريال، راح نطول السيريال تبع الجهاز ونعمل تشيك عليه. ها راح افوت على الموقع، تمام، واكتب السيريال تبع الجهاز. السيريال زي ما احنا شايفين يا اخوان، هيني بدي اكتب انا وياكم سوا السيريال اللي هو هذا سيريال الجهاز، سيريال نمبر اللي هو ببلش بإف 7، راح اكتبه هون. تمام، هاي إف 7 احرف كابيتال، إف 7 1 دي 4 3 8 إف اتش جي 7 جي. تمام، زي ما احنا شايفين نفس الكود اللي انا كاتبه. اذا حدا حاب يطابق الكود نفس ما انا كاتبه، الكود اللي هناك نفس الكود، راح اجي اعمل عليه بحث. تمام، هلا راح يعطيني موديل الجهاز ايفون 7. تمام، هاي زي ما احنا شايفين ايفون 7 ومعطيني هون اون. تمام، تذكروا السيريال هذا يا اخوان، هيو نفس السيريال اللي انا حاطه، واللي بحب يشيك وياخذ السيريال عشان يتاكد انه انا بعد ما شلت الاون وصار اوف الجهاز، عشان تتاكد انه صار اوف. هاي السيريال زي ما احنا شايفين، وانا راح اعمل له هلا كوبي عشان ما نرجع نكتبه مره ثانيه. هلا شو راح اساوي؟ تمام، راح ارجع اعمل ريفرش للصفحه هون. تمام، وراح اجي افوت هلا على الابلكيشن. هلا الابلكيشن راح نستخدمه يا اخوان، خليني احط السيريال هون. راح اجي على الموقع هاد واحمل الابلكيشن. هلا الابلكيشن هذا يا اخوان ابلكيشن مدفوع. هلا عشان انت تحمل البرنامج هاد، البرنامج طبعا تكلفته مش كثير عاليه، انت بتقدر تحمله عشان ما تخسر جهازك برضه، يعني ما تخسر جهازك كامل عشان تشتري جهاز بقيمه 30 دولار بس، برنامج بقيمه 30 دولار ممكن تستفيد منه. هلا بتيجي انت لما تيجي هون تحمل البرنامج، تمام، تعمل له تنزيل. طبعا انا هون مثبت البرنامج عندي وشاري نسخه منه زي ما احنا شايفين، هاي البرنامج. فالعمليه سهله، يعني سهله جدا. البرنامج بوفر عليك عناء كبير وبوفر عليك جهد وتعب. تمام، في طرق مجانيه كثير وراح اشرح لكم اياها بفيديوهات جاي، الفيديو اللي بعد هذا ان شاء الله. بس المشكله بتكون الفرق بين هذا البرنامج وقوة هذا البرنامج بين البرامج المجانيين. البرامج المجانية بتقدر يشيل لك الاي كلاود وبيقدر ما يتروح الشبكة، بس المشكلة انه في حال عملت ضغط مصنع او سوفت. اكمل معكم اخوان، معلش بس فصل التليفون وانا بحكي معكم. المهم كمل اخوان. هلا الجهاز تمام اخوان، لسه زي ما احنا شايفين لسه الاي كلاود موجود عليه، لساته شغال 100%. تمام، لساته الاي كلاود موجود عليه. هلا باجي عند ايقاف تشغيل العثور على ايفون. تمام، حلو، باجي هلا هون على ابدا الان. فشو راح اساوي انا هون؟ هلا هون للتاكيد مره ثانيه يا اخوان، هي عشان لما فصل الكمبيوتر ما حدا يحكي لي انت بدلت الجهاز او عملت شيء بالجهاز. انا بعرف الناس هذول بيطلعوا لك فجاه. هاي الجنرال، هاي اباوت، هاي السيريال نفسها للتاكيد يا اخوان، هاي نفس السيريال نفس الجهاز. تمام، كمل مع بعض. وهي نفس الاي كلاود الموجود عليه، وهي الجهاز فايند ماي ايفون. تمام، اون. تمام، وهي للتأكيد مرة ثانية عشان أنا بحب هيك. خلص، في ناس بتحب تتزانخ وتيجي تحكي لك لا أنت لعبت في التلفون. هاي راح أنسخ السيريال نفسه هو هو. تمام، وهي للي حاب يتأكد برضه، أنا بحب أخلي كل إشي على بينة، بحب أكون يكون كل شيء واضح قدامكم.
عشان نكمل الخطوات مع بعض. هاي السيريال نفسه، هاي نفس اللي على الجهاز، هاي نفس اللي على الكمبيوتر، تمام. هاي راح اجي احط سيرش، هاي عملت عليه سيرش بحث، تمام. هاي نفس السيريال ببحث عنه انا، نفسه هاي على التليفون. بتحبوا تنقلوا انقلوا، هاي لسه كلمة اون موجودة، تمام. هاي السيريال وهي السيريال، تمام، نفس السيريال مطابق. هلا شو راح اجي اعمل؟ راح ارجع على البرنامج، راح اطلع من البرنامج هون، وراح اجي على ايقاف العثور على ايفون، باجي بعمل ابدا، تمام. راح نستنى شوي، راح يجي يحكي لي هون. هلا راح اوضح لكم الصوره، راح يجي يحكي لي انه كل عملية تمام، اصدار الجهاز، كل معلوماته، هاي السيريال تبعه. راح هون بحكي لي انه طفي الانترنت في الجهاز، هاي دفوت، هاي طفي الواي فاي، هاي طفيت الواي فاي زي ما طلب، وهي بدها تطفي البيانات زي ما طلب برضه، وهي طفيت كل شيء. هلا راح اترك الجهاز الايفون واجي اعمل ايقاف التشغيل، واجي انه تم الفصل الواي فاي، نعم، واعطيه موافق. هلا راح استنى شوي زي ما احنا شايفين اخوان، راح استنى. هلا بتتم عمليه عمل اوف للاي كلاود، حلو. فهلا شو راح نساوي؟ راح نستنى لما يشيل، يصير بدل اون اوف، حتى تقدر تعمل سوفت وير براحتك، تقدر تحط ايميل ثاني، وتعمل، تقدر تغير الاي كلاود من جديد، وتحط اللي بدك اياه، وتكون مش خايف انك تعمل سوفت وير لو طفى الجهاز او اشتغل معك، امورك بتضل بالسليم. فرح نستنى هلا حاليا لما يصير بدل اوف، بدل اون يصير اوف. رح نستنى. هلا حكى لي تم ايقاف تشغيل عثور على ايفون، يرجع نسخ السيريال نفسه، تمام، ونرجع. هاي لساتها اون، شايفين هاي، بدي اعمل ريفرش هلا وارجع احط السيريال، تمام. هاي بيست، واعطيه بحث، فنشوف شو راح يعطينا. هلا لازم المفروض يعطينا اوف لحتى تشوفوا قوة البرنامج وقدرته على انه يشيل ويخلي لك جهازك صافي زي ما احنا شايفين. هيها اوف، هاي راح اقدم لكم عليها، هيها اوف، ونفس السيريال فوق. بحب يتاكد من السيريال، هاي بنفس الخطوة بنفس الوقت شيكت لكم عليه، وهي الساعة موجودة تحت، والوقت والتاريخ وكل شيء. هاي معطينا اوف. فهلا شو راح نساوي؟ هلا اجباري هون بحكي لي انه اذا تمت العملية اوف اكتب كلمة اوف، فهي راح اكتب له انه تم اوف، وراح اعطيه تأكيد. هلا شو راح اعمل هون؟ شو راح يعمل الكمبيوتر البرنامج للتأكيد؟ هاي الشبكة شغالة فوق لسه، تمام؟ راح اعمل تأكيد واعمل موافق، راح يعمل للجهاز سوفت وير اجباري، تمام؟ عشان يثبت لك انه تمت العملية بنجاح. هاي عمل سوفت وير للتليفون، بلش يعمل سوفت وير. فهلا هاي انا راح اتركبكم الجهاز عشان انتو تشوفوا بعينكم، هاي قدامكم الجهاز. هلا عملية السوفت وير قاعدة بتتم، هلا بيشتغل الجهاز بدون اي كلاود وبدون ولا اشي، وبرجع جهازك طبيعي زي كأنك فعلته من جديد، تمام. فهلا راح نستنى لحتى يخلص، وانا ما راح افصل الفيديو لحتى تشوفوا انه الجهاز لحاله كامل خلص، عشان ما حدا يحكي لي انت برضه طفيت الفيديو او فصلته وعملت شيء. اعطاني صح على الكمبيوتر، تم ايقاف الايفون، وتم ايقاف العثور على ايفون، والجهاز هيو عماله عمل سوفت وير، وهلا بنستنى لحتى يشتغل، تمام، وبدي امشي معكم واكمل معكم في الخطوات كانه فعلناه من جديد وفتحناه جديد، جهاز جديد تشتغل عليه بدون اي مشاكل. هلا هاي العملية راح تاخذ لها شوية، ربع ساعة، هلا بس تخلص برجع لكم، راح ارجع لكم عند نهايتها. طبعا العملية خلصت، هاي راح نستنى لحتى يشتغل، هاي اجتنا كلمة هلو، تمام. راح اجي هلا افعله، بفعل الجهاز طبيعي، هاي انجلش، هاي جوردن، اكمل اعدادات البرنامج، وهي راح اختار، راح احط كلمة السر، هاي راح اعمل جوين، وهلا راح نشوف كيف راح يشتغل التليفون بدون اي مشكلة. هلا بعمل اكتف كأنه الجهاز رجع جديد، وبتقدر تبيع الجهاز او تحط اي كلاود ثاني او تشتغل على الجهاز براحتك بدون اي مشكلة. هلا راح نستنى شوي، الجهاز هلا بيشتغل معك طبيعي، هيو قاعد بفعل،
طبعا البرنامج انا بنصحكم فيه يا اخوان وبقوة، لانه البرنامج كثير سهل وكثير يعني كثير بجنن وبريحك وبريحك من عناء كثير كبير. طبعا هاي الشبكة فوق اجت اشتغلت 100%، هلا راح نستنى لحتى هاي تخلص وتعمل اكتف. راح نستناها سوا، هاي الارسال اجى فوق فور، هاي هيك فتح 100%، هاي كونتينيو. راح افعل الجهاز، ما بدي اعمل بصمة، وانا بدي احط باسورد دونت يوز، ما بدي انقل بيانات، ما بدي احط حساب قبل. اجري، كونتينيو، كونتينيو، نت ناو، كونتينيو. وهي الجهاز اشتغل يا اخوان بدون اي مشاكل، وهيو راح الاي كلاود منه، وهي الجهاز شغال 100% وما في اي مشكلة بالجهاز واموره بالسليم و100%. وهي راح نيجي نشيك على السيريال مرة ثانية وراح نتأكد انه الجهاز اوف، وبتقدر انك تبيع الجهاز وتشتغل عليه براحتك. وهي حطينا السيريال مرة ثانية، خلص الجهاز رجع طبيعي ولا كأنه في مشكلة، ولا اي كلاود ولا شيء، كأنك اشتريت الجهاز جديد بدون اي شيء. هي الجهاز اوف و100%. هيك امور الجهاز 100%. بتمنى اكون ما قصرت معاكم، وهي للتأكيد كمان هي الجهاز شغال اخوان، وهي شبكة جاي، وهي زي ما احنا شايفين تمام، كل الاعدادات شغالة 100% بدون اي مشكلة تمام. هي الجهاز شغال 100% ولا في اي مشكلة. وهي مثلا راح منه، هاي بدرين مثلا على الشركة، تركنا الضوضاء. هاي شغال 100% واموره تمام بدون اي مشكلة، والجهاز شغال. وهي مثلا بدي اطفي الجهاز على الكامل وارجع اشغل لكم اياه حتى تكون العملية كاملة 100%. طبعا يا اخوان شرحت لكم الجهاز الشرح كامل بالتفصيل ممل، بتمنى ما اكون قصرت معاكم، ومعلش اعذروني وسامحوني على جودة الفيديو، بس لانه التليفون اللي كنت بصور فيه صار فيه مشكلة. حاليا مضطر اصور بجهاز بس لحتى اقدر اوصلكم الفيديوهات، لحتى ان شاء الله اقدر اشتغل مرة تانية على كاميرا بشكل واضح بدون اي مشكلة. هلا الجهاز بيشتغل وهيو شغال بدون اي مشكلة. اتمنى اكون ما قصرت معاكم بالفيديو، اكون شرحت لكم كل شيء تمام تمام. وكان معكم احمد شهوان من قناة كان قصر جيم، يعطيكم الف عافية.